اعرف متى اكتشفت هذه الموهبه. تقريبا كان عمري وقتها 12 سنه، كان دخولي للمجال من ناحيه صدفه. بعدين تطور، صارت دراسه، هو يعني فيها دراسات، فيها دراسات وفيها شهايد، فيها دكتوراه، فيها بكالوريوس، فيها ماجستير، فيها دبلوم. تطورت في المجال الحمد لله، اخذته بناحية احترافية اكثر، والحين صار مهنة اساسية بالنسبة لي. هل هذا الشيء يعني اي شخص ممكن يكون نفس زيك انت، ولا هذا الشيء انت تشوف انه هو بالفطرة واحد يكون عنده موهبة هذه، ولا نقدر نكتسبها؟ هو فيه تخصصات طبعا المجال، فعلى حسب التخصص. في تخصصات ممكن الناس يكتسبونها عن طريق نسبة تركيزهم، استيعابهم، ذكائهم، فن ممكن يشمل فن التشتيت او الإلهام. في مجالات لا، تحتاج من الفطرة من الصغر انك تبنيها، زي مثلا الجمباز عندك لازم من الصغر تبنيها. بالضبط، صح، نفس الفكرة. حلو. طيب في صورة وانا قاعد اشيك على انستغرام، اكيد تعرفوا دي ام سي. يس. طيب الساحر هذا يعني هو اول حاجة مو متابع يا جماعة اي احد ثاني، مو متابع اي ساحرة ثانيين او ناس يعملوا بشكل عام ولا اي احد. ايوه، صفر. واللي استغربت فيه انه هو منزل صورة معاك انت، مع انه هو ما ينزل مع اي احد ثاني. ليش؟ ايش فيه؟ في شيء في المستقبل حيصير بينكم ولا ايش؟ نقول ان شاء الله. اوه، ما اقدر اصرح اكثر من كذا. يعني في ان شاء الله حاجات جايه ان شاء الله. طيب خلينا كذا نخش شويه جوا اكثر. الحين انت بتحلل شخصيات الناس، بتطلع اسرارهم، كيف بيصير الشيء ده؟ شوف، مبدئيا الناس ممكن تحس انه من سؤال او سؤالين او من نفس اللحظه، فمستحيل انه يكون من نفس اللحظه ابدا، ما في شيء اسمه نفس اللحظه. طبعا هو قبل تاخذ من 5 إلى 7 ساعات تقريبا للشخص الواحد اللي تحلل فيه. طبعا المشاهير يكون اسهل لي لانه اقدر اشوف مقابلاتهم السابقه، فيديوز لهم سابق، فانا اعرف الفتره هذيك مره في كذا او الفتره هذه مره، يعني عن طريق البادي لانجوج، عن طريق لغه العين، نبرات الصوت. فمجهز لك حاجه بسيطه. مجهز لي حاجه بسيطه. ايوه، بدانا حركات صالح. الله يستر. انا بتمنى اللي راح يصير مع صالح اليوم يكون لصالحنا، لان حاسه في كثير فضايح بالحلقه. يعني انا درست اقرر اني انسحب. لا، ما فيش انسحبت، هتكملي. ماي جاد، مؤيد، مؤيد قول لنا ساعدنا. بقول لكم ايش، بس انا وقاعد اتفرج اتوترت. انا اصلا بتفرج عليك انت قاعد على الكرسي متوتر وماسك نفسك، واللي هو في رحبه بالريبورت كله. مكفل على قد كويس. ايوه، اللي هو يعني عايز ما يعرفش عنك حاجه، صح؟ ماي جاد. طب اسمعوا يا جماعه، بالضبط انا شايل دحين هم لما يجينا كمان. اصلا ثانيه مؤيد، انت عم تعملنا كثير سسبنس، يعني عم تقلنا اياهم بالتقسيط للانفورميشن انه مؤيد وقعدنا على اعصابنا. شو صار؟ انه شو انه قعدنا على اعصابنا، ليك كيف كلنا قاعدين بستديو. انا اول مره احس الاحساس، لان انا حاسس ان انا متوتر وخايف، وانا ما بخافش عامه. هو الحلقه توترني. لا، انت ما شفتي شيء على فكره، يعني لك ما شفناش.